عبر تطبيق إلكتروني على الهاتف يستخدم للمرة الأولى، تصوت خلص البلوشي في انتخابات مجلس الشورى العماني هنا في ولاية بوشر. وبعد أن مارست حقها القانوني، تطوعت خلص البلوشي لمساعدة قريناتها. خلصة تعمل مديرة مدرسة للبنات، وتجد نفسها منخرطة في قضايا المرأة العمانية وتحدياتها الاجتماعية والسياسية. في السنوات الماضية كانت المرأة يعني ربما تكون واحدة أو اثنان، إنما الآن وصلت إلى المئات في البرلمان في الانتخابي، والمرأة لها أصبح لها دهور وكيان، وهذا دليل أن تغيير ثقافة المجتمع أصبح لا يفرق بين المرأة والرجل. أكثر من 600 مرشح من بينهم 40 امرأة، عدد وإن بدا قليلا إلا أنه يعتبر خطوة نحو التغيير الذي تنشده المرأة في عمان. يتطلع أبناء السلطنة إلى مزيد من الصلاحيات لمرشحيهم داخل مجلس الشورى كي يتمكنوا من التعبير عن قضاياهم بشكل أكثر فاعلية. حسام با عمر باحث في مجال السياحة بجامعة السلطان قابوس، جاء إلى الطابور الانتخابي عازما على تنحية العشائرية والقبلية جانبا، واختيار الشخص المناسب للتعبير عن قضايا ولايته. الآن أصبح يعني المجلس الشورى مع الوقت الآن يتحول من النظام السابق اللي هو قائم على التحالفات القبلية والمناطقية إلى تحالفات أكبر وعيا بتحمل مسؤولية النهضة وبناء السلطنة الناحية الاقتصادية والتنموية بشكل عام. المشاركة الملحوظة للعمانيين في انتخابات الشورى تترجم ثقتهم في إجراءاتها وفي غايتها. أحمد نجيب، النيل الأخبار، مسقط.